اخبار طبعا كتير جدا، عايزين نقول انه في تواجد يومي معانا للاخبار الحلوه رغم من الاخبار المحزنه اللي بتحصل، ومنها طبعا انطلاق مؤتمر مؤسسه الكبد المصري لاعلان 20 قريه مصريه خاليه من فيروس سي تماما. يعني الحمد لله رب العالمين، ال20 قريه دول ما فيهمش اي اصابه بفيروس سي من اي نوع. كمان اعلان مدينه الكردي بالدقهليه كاول مدينه خاليه تماما من الفيروس. المؤتمر اللي اقيم امبارح بحضور الدكتور احمد شعراوي محافظ الدقهليه ودكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه، وقال كمان الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس امناء مؤسسه الكبد المصري ورئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ان رقم 20 بيمثل قيمه مهمه جدا للكبد المصري، مع احتفال المؤسسه كمان. يعني واحنا بنقول ان المؤسسه بتحتفل بمرور 20 سنه على انشائها، لا احنا بقى عندنا 20 قريه هم مطمنين خلاص مفيش فيروس سي، وعندنا 20 فرع. يعني سبحان الله رقم 20 ليه دلالات كتير قوي، و20 فرع على مستوى الجمهوريه، بالاضافه طبعا لنجاح مشروع قريه خاليه من فيروس سي في القضاء على الفيروس. واحنا عارفين ان مصر دلوقتي دوله رائده رائده باعتراف منظمات الصحه العالميه في علاج فيروس سي. احنا بنتكلم على انه الحمله اللي هي بتاع قريه خاليه من فيروس سي دي بدات في مايو 2015، واحنا بقى مع مايو 2017 بنشوف ان ده اتحقق على الارض. يعني في خلال سنتين مصر البلد اللي كانوا بيقولوا عليها زمان انها بتعاني من تفشي فيروس سي ومن اوائل الدول اللي فيها عدد اعداد مصابين، لدوله رائده في علاج هذا المرض، لدوله بتنتج علاج قيمته لا تذكر المادية أمام أسعار علاج أدوية الكبد على مستوى العالم كله، لدولة بتتجه ليها الأنظار عشان تشجيع السياحة العلاجية عشان الناس تيجي تتعالج من فيروس سي هنا في مصر عشان انخفاض تكلفته، وكمان الأماكن اللي بيتم توفيرها اللي بتدي بقى الراحة النفسية والاستمتاع والجو والكلام ده كله. وكمان احنا بنشوف انه قرى بتعلن ان هي خلاص خالية تماما من فيروس سي، كل ده حصل يعني من بداية هذه الحملة. احنا بنتكلم على المليون جرعة لو تفتكروها، في خلال 3 سنين بالظبط، 3 سنين استطعنا انتاج العقار وتوفيره، وقوائم الانتظار انتهت تماما تماما. بنشوف بقى مرض متفشي في مصر كان بقاله مثلا 30 سنة، وفي العشرين سنة الأخيرة ووصلنا بقى بعدها العشر سنين بنسمع عن معدلات في الإصابة غير طبيعية. في 3 سنين بس نجحنا نقضي على كل ده، إنجاز يعني ربنا يا رب عبال باقي محافظات مصر وباقي القرى إن شاء الله بإذن الله تكون جامعها خالية من هذا المرض، ومصر تقدر ان شاء الله باذن الله انها توصل العلاج ده لكل اي حد يجي اهلا وسهلا بيه وتقدم له العلاج والراحه، ونبتدي نشتغل على السياحه الاخرى، السياحه الثانيه وهي السياحه العلاجيه. كم النعم اللي في محافظات مصر اللي بتشجع على السياحه العلاجيه لا تعد ولا تحصى. مش هقول لكم بس الجو والمناخ، لا حاجات كتير قوي.